بسم الله الرحمن الرحيم. المكتبة الصوتية لمعالي الشيخ الدكتور صالح بن فوزان الفوزان. شرح كتاب عمدة الأحكام للحافظ عبد الغني المقدسي رحمه الله. الدرس 43. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، قال المؤلف رحمه الله تعالى: وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، أو قال: سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول: من أدرك ماله بعينه عند رجل أو إنسان قد أفلس فهو أحق به من غيره. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على نبينا محمد. هذا حديث أبي هريرة قال رسول الله، أو قال سمعت رسول الله. هذا من باب تثبت بالرواية، شك من الراوي هل قال أبو هريرة قال رسول الله أو قال سمعت، وإن كان المعنى لا يختلف، لكن هذا من باب تثبتهم في الرواية، إن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من وجد متاعه عند رجل قد أفلس فهو أحق به. من وجد متاعه بعينه عند رجل قد أفلس فهو أحق به. المفلس هو الذي ديونه أكثر من ماله، هذا هو المفلس، الذي ديونه أكثر مما عنده. فإذا طالب الغرماء بحقوقهم فإن الحاكم يحجر عليه، يحجر عليه التصرف في ماله من أجل حقوق الغرماء، هذا هو المفلس. سمي مفلساً لأنه صار يتعامل بالفلوس من الفقر، فإذا حجر عليه فمن وجد متاعه عنده بعينه، كأن يكون باع عليه سلعة، باع عليه سلعة ولم يقبض ثمنها، أو كان عنده وديعة، وديعة لشخص، فإن الغرماء لا حق لهم في هذه العين، بل ترد على صاحبه. وهذه مسألة، هذه عند الفقهاء مسألة الظفر، مسألة الظفر، ويشترط في رجوع صاحب العين بها ألا تتغير أو لا يقبض شيئا من ثمنها، لأنه قال بعينه، يعني لم يتغير، لم يتصرف فيها المشتري، بل هي كما كانت عند صاحبها، فإنه أحق بها من الغرماء، لأنها لا تدخل في الديون دفعا للضرر عن صاحب السلعة. هذا ما يفيده هذا الحديث، وهو يتعلق بالإفلاس في باب الحجر. نعم. وعن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما قال: جعل، وفي لفظ: قضى النبي صلى الله عليه وسلم بالشفعة في كل ما لم يقسم، فإذا وقعت الحدود وصرفت الطرق فلا شفعة. نعم، هذا الحديث في الشفعة، والشفعة معناها انتزاع الشريك لحصة شريكه إذا باعها. كان يكون شريكان في أرض أو في مزرعة أو في بيت، فيبيع أحد الشركاء نصيبه، يبيع أحد الشركاء نصيبه على أجنبي، فإن شريكه الذي لم يبع نصيبه يأخذ هذه الحصة بثمنها الذي باعها به دفعا للضرر عنه، لئلا يدخل عليه من
لئلا يدخل عليه من يتضرر به. وهذا من محاسن هذا الدين ودفع الضرر عن الناس، فالشفعة تدفع الضرر عن الشريك لئلا يدخل عليه شريك لا يتوافق معه، هذا معنى الشفعة. فيعطي المشتري الثمن الذي دفعه وتصير الحصة له، يضمها إلى نصيبه، هذا معنى الشفعة. نعم. قال: جعل، وفي لفظ قضاء النبي، وقوله فيما لم يقسم دل على أنه لو قسم الملك وعرف كل نصيبه ثم إن أحد الشركاء باع، أنه ليس لشريكه أن يشفع عليه، لأنه لا ضرر عليه، الضرر عليه فيما لم يقسم. أما إذا قسم فصار نصيب كل واحد منهما منفردا عن الآخر فلا ضرر عليه، لأن المشتري يكون جارا له وليس شريكا له. وبماذا تحصل القسمة؟ قال: إذا وقعت الحدود عن المراسيم وصرفت طرق الأملاك، فصار لكل نصيب طريقه الخاص، حينئذ لا ضرر، لأن شريكه الذي كان شريكا له أصبح جارا له وليس شريكا، فإذا باع نصيبه فإن جاره لا يشفع عليه. وقوله إذا قوله صلى الله عليه وسلم إذا وقعت الحدود وصرفت الطرق، يدل على أنه لو بقي بين النصيبين مرفق مشترك كالمسيل أو الطريق، يشتركان في طريق أو يشتركان في مسير، فإن لشريكه أو لجاره الشفعة، لأنه لم يستقل ملك كل واحد منهما عن الآخر، فقد يحصل نزاع في الطريق المشترك أو في المسيل المشترك أو في البئر المشترك، يحصل نزاع فدفع الضرر فإن للجار الذي يشترك مع جاره في مرفق من المرافق له أن يشفع، لأنها لم تصرف الطرق، بمعنى أنه لم يكن لكل نصيب طريقه الخاص المستقل. وهذا هو القول الصحيح في المسألة، أنه إذا كان بين الجيران مرفق مشترك بينهما وباع أحدهما، فإن لجاره أن يشفع عليه دفعا للضرر الذي يلحقه في هذا المرفق المشترك. نعم. وعن عبد الله بن عمر رضي الله عنه الحديث ودل الحديث على أن المنقولات المشتركة ليس فيها شفعة، كالسيارة مثلا أو الطعام أو الأقمشة والبضائع، إذا كانت مشتركة وباع أحد الشركاء أنه لا شفعة لشريكه عليه، لأن هذا شيء غير ما توضع له الحدود وتصرف له الطرق، فالمنقولات المشتركة ليس فيها شفعة لأنها لا ينطبق عليها الحديث، فإذا وضعت الحدود صرفت الطرق، إنما هذا خاص بالعقارات من أراض أو مزارع أو بيوت. نعم. وعن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما قال: أصاب عمر أرضا بخيبر، فأتى النبي صلى الله عليه وسلم يستأمره فيها،
فقال: يا رسول الله، إني أصبت أرضاً بخيبر لم أصب مالاً قط هو أنفس عندي منه، فما تأمرني به؟ فقال: إن شئت حبست أصلها وتصدقت بها. قال: فتصدق بها عمر، غير أنه لا يباع أصلها ولا يوهب ولا يورث. قال: فتصدق عمر في الفقراء وفي القربى وفي الرقاب وفي سبيل الله وابن السبيل والضيف، لا جناح على من وليها أن يأكل منها بالمعروف أو يطعم صديقا غير متمول فيه، وفي لفظ غير متأثل. نعم، هذا الحديث في الوقف، هذا الحديث في الوقف، والوقف هو تحديث الأصل وتسبيل المنفعة، هذا هو الوقف، وتحديث الأصل حيث لا يباع ولا يوهب ولا يورث، وإنما يبقى ولا ينقل الملك فيه، هذا معنى الوقف، إنه موقوف من نقل الملك فيه، وهذا جائز في الإسلام، بل هو مشروع ومستحب، لأنه من فعل الخير. فالوقف مستحب في الإسلام لأنه من فعل الخير ومن التعاون على البر والتقوى ومنفعة المسلمين. وقد قال صلى الله عليه وسلم: إذا مات ابن آدم انقطع عمله إلا من ثلاث: صدقة جارية. الصدقة الجارية هي الوقف، لأنها يستمر نفعها ويجري بعد موت صاحبها، أو علم ينتفع به، أو ولد صالح يدعو له الشاهد الأول. صدقة جارية. ولم يكن أحد من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم له مال إلا وقف كما في الأثر، وذلك لعلمهم بأهمية الوقف وفائدته. فهذا عمر رضي الله عنه، عمر بن الخطاب رضي الله عنه، أصاب أرضاً بخيبر. خيبر هي بلاد زراعية تقع شمالية المدينة، وكان يسكنها اليهود، كان اليهود يسكنونها، وجلى إليهم بعض من كان في المدينة واجتمعوا في خيبر، فغزاهم رسول الله صلى الله عليه وسلم في السنة السابعة من الهجرة بعد صلح الحديبية، غزاهم رسول الله صلى الله عليه وسلم، حاصرهم، وانتهى الأمر بانتصار المسلمين على اليهود واستيلائهم على خيبر، وهي أرض زراعية وذات نخيل، أرض مثمنة. فأصاب عمر رضي الله عنه أرضاً منها نفيسة، هي أنفس أموال عمر، فجاء يستشير النبي صلى الله عليه وسلم ماذا يصنع فيها، لأن عمر يريد أن يتقرب بها إلى الله. هذا فيه دليل على أن المسلم يتقرب إلى الله بأحسن ما عنده وأفضل ما عنده. قال تعالى: لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون. قال تعالى: ويطعمون الطعام على حبه مسكينا ويتيما وأسيرا إنما نطعمكم لوجه الله. فالذي ينبغي للمسلم إذا أراد أن يتصدق أو أراد أن يوقف وقفا أو أن يعتق عبدا، أن يختار أنفس ما عنده ليتقرب به إلى الله عز وجل. وفيه استشارة أهل العلم، فإن عمر أتى يستشير النبي صلى الله عليه وسلم، فهذا فيه مشروعية استشارة أهل العلم وأخذ رأيهم فيما فيه النفع والخير
وأن الإنسان لا يعمد على رأيه بل يشاء يستشير أهل العلم حتى ولو كان عالما. فإن عمر رضي الله عنه كان من أكبر العلماء ولكنه استشار من هو أعلم منه، قال تعالى وفوق كل ذي علم عليم، فحتى العلماء يستشيرون من هو أعلم منهم، فكيف بالعامة والجهال؟ فالنبي صلى الله عليه وسلم أرشده إلى أن يوقفه، أرشده إلى أن يوقفه، أن يتصدق بها يعني صدقة جارية، إن شئت حبست أصلها وتصدقت بها، حبست يعني أوقفت، هذا معنى حبست. ولهذا يعرفون الوقف بأنه تحبيس الأصل وتسبيل المنفعة، هذا مأخوذ من هذا الحديث، إن شئت حبست أصلها وتصدقت بها أي بغلتها، هذا تسبيل المنفعة، هذا هو تسبيل المنفعة. فعمر رضي الله عنه نفذ ما قاله النبي صلى الله عليه وسلم وأوقف هذه الأرض، وشرط شروطاً، شرط شروطاً في الوقف، فدل على أنه يجوز للواقف أن يشترط الشروط الموافقة لكتاب الله، لا يشترط شروطاً مخالفة لكتاب الله، إنما يشترط ما يوافق كتاب الله وسنة رسوله. شرط شروطاً أن تكون في الفقراء وفي ذي القربى، يعني أقارب عمر، في الفقراء من المسلمين وفي أقارب الموقف، فدل على صحة الوقف على الأقارب، وهو أفضل، وقفك على أقاربك المحتاجين أفضل، وحتى لو كانوا أغنياء فإن هذا فيه صلة للقرابة، صلة للرحم، لكن إذا كانوا فقراء فهذا أولى وأفضل. وقد جاء في الحديث أن صدقتك على القريب بأجرين، صدقة وصلة، جعلها في الفقراء والأقارب وفي الرقاب، بمعنى أنها يعتق منها لا رقة، لأن العتق قربة، العتق اعتاق الرقاب من الرق هذا قربة عظيمة، لأنك تخرجهم من الرق إلى الحرية. وإذ تقول للذي أنعم الله عليه وأنعمت عليه، يعني أنعمت عليه أنعم الله عليه بالإسلام وأنعمت عليه بالعتق، دل على أن العتق نعمة ينعم بها المعتق على عتيقه، ولهذا عرفه الفقهاء فقالوا الولاء، قالوا في الولاء في باب المواريث، الولاء عصوبة سببها نعمة المعتق على رقيقه بالعتق. وفي الرقاب وفي سبيل الله، يعني الجهاد يجهز منها الغزاة ويشترى منها السلاح، هذا معنى في سبيل الله، يعني في شؤون الجهاد في سبيل الله لإعلاء كلمة الله. وابن السبيل يعني ويعطى منها ابن السبيل، وهو المسافر المنقطع به الذي نفدت نفقته أو ضاعت أو سرقت ولم يبق معه ما يمضيه في سفره، فهذا يعطى ما يبلغه ما يبلغه في سفره ويرده إلى أهله لأنه منقطع، سمي ابن السبيل من إضافة الشيء، هذه إضافة تقتضي الاختصاص، إضافة تقتضي الاختصاص. ابن السبيل يعني الملازم للسفر، الملازم للسفر كملازمة الولد لوالده. ثم إن عمر رضي الله عنه أقام على هذا الوقف ناظراً، أدل على مشروعية إقامة الناظر على الوقف، وهي ابنته حفصة أم المؤمنين جعلها ناظرة على الوقف،
دل على أنه يجوز أن تكون المرأة ناظرة على الوقف كالرجل، وأباح للناظر أن يأكل من غلة الوقف، أن يأكل من غلة الوقف وأن يعطي منه، لكن بدون أنه يتمول شيئا أو يتأثل شيئا، وإنما يأكل منه من ثمرته ومن أو يأخذ في مقابل عمله بالمعروف، بالمعروف يعني ما تعارف عليه الناس بدون تحديد، ولا يأخذ كثيرا وإنما يأخذ بالمعروف ما يأخذه مثله لا يزيد على ذلك، أو يأخذ شيء يدخره في بيته يتموله، هذا لا يجوز، وإنما يأخذ شيئا يأكله ويدفع به حاجته أو يكون في مقابل تعبه. فهذا حديث عظيم في باب الوقف، دل على مشروعية الوقف، وأنه أشار به رسول الله صلى الله عليه وسلم، دل على فضيلة الوقف، وفيه أنه ينبغي للموقف والمتصدق أن يختار أفضل ما عنده، لأنه يكون دليلاً على إخلاصه لله، ويكون أيضاً نفعه أكثر، يكون نفعه أكثر من المال الذي فيه نقص أو فيه رداءة. وفيه استشارة أهل العلم، وأن المشورة أمر مطلوب بين المسلمين، وشاورهم في الأمر. الله قال لرسوله صلى الله عليه وسلم مع أنه ينزل عليه الوحي، قال له وشاورهم في الأمر، وأثنى الله على المؤمنين فقال وأمرهم شورى بينهم. التشاور أمر مطلوب للمسلم، والعقل لا يستقلون أو يحتقرون المشورة. شاور سواك إذا نابتك نائبة يوما وإن كنت من أهل المشورات. فالمسلم لا يحتقر المشورة في الأمور المهمة، ولو كان هو من أهل الخبرة ومن أهل العلم فقد يخفى عليه شيء. وفيه أن الوقف لا يباع ولا ينقل الملك فيه، لا يباع ولا يوهب ولا يورث ولا ينقل الملك فيه إلا إذا تعطلت منافعه، فإنه يباع ويصرف ثمنه في مثله. أما ما دام أن منافعه مستمرة فإنه لا يجوز بيعه ولا هبته ولا يورث، لأنه خرج عن ملك الواقف، خرج عن ملك الواقف، فإذا مات لا يورث عنه كأمواله الأخرى. وفيه اشتراط، فيه اشتراط الموقف وبيان المصارف، أن الموقف يبين مصارف الوقف له ذلك، وإن لم يبين فإنه يصرف للمحتاجين والفقراء والمساكين، يصرف للفقراء والمساكين إذا لم يبين المصرف. وفيه في الحديث أيضا إقامة الناظر على الوقف والولي على الوقف لئلا يضيع. وفيه الوقف على الأقارب، لأن عمر رضي الله عنه جعله في القربى، فيه الوقف على الأقارب. وفيه أن الناظر على الوقف يسمح له بأن يأكل منه قدر حاجته ولا يزيد، ولا يدخر شيئا، لا يدخر شيئا منه يتموله ويتأثله، وإنما شيء يوكل في وقته. نعم. وعن عمر رضي الله عنه قال
حملت على فرس في سبيل الله فأضاعه الذي كان عنده، فأردت أن أشتريه وظننت أنه يبيعه برخص، فسألت النبي صلى الله عليه وسلم فقال: لا تشتره ولا تعد في صدقتك، وإن أعطاكه بدرهم فإن العائد في هبته كالعائد في قيئه. وعن ابن عباس رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: العائد في هبته كالعائد في قيئه، العائد في هبته كالعائد في قيئه. نعم. وفي لفظ: فإن الذي يعود في صدقته كالكلب يقيء ثم يعود في قيئه. نعم. وهذا الحديث أيضا عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه قال: حملت على فرس، يعني أعطيت الفرس لمن يغزو عليه في سبيل الله عز وجل، فهذا فيه الإنفاق في سبيل الله، إنفاق الخيل والإبل والسلاح والعتاد، فهذا من والله جل وعلا يقول: جاهدوا بأموالهم وأنفسهم في سبيل الله. فالجهاد يكون بالمال كما يكون بالنفس. هذا عمر حمل غازياً على فرس، يعني أعطاه إياه، تصدق به عليه ليغزو عليه في سبيل الله، لكن هذا الذي أعطي الفرس أضاعه ولم يعرف قيمته، فأراد عمر أن يشتريه منه تفادياً لضياع الفرس، لكنه لم يقدم على ذلك حتى سأل النبي صلى الله عليه وسلم، فهذا فيه مشروعية استشارة أهل العلم قبل أن يقدم الإنسان على شيء، فإنه يستشير أهل العلم لئلا يخطي في تصرفه، فالمشورة مشورة أهل العلم فيها تسديد، فيها خير، والعالم يتنبه لشيء لم يتنبه له السائل. استشار عمر رسول الله صلى الله عليه وسلم، فالرسول صلى الله عليه وسلم نهاه عن اشترائه ولو باعه بدرهم، فدل على أن من تصدق بصدقة، سواء كانت صدقة واجبة كالزكاة والكفارة أو صدقة مستحبة، فإنه لا يجوز له أن يسترجعها ولو بالشراء، لا يجوز له أن يسترجعها ولو بالشراء، لأنه أخرجها في سبيل الله فلا يستردها، فيتركها يبيعها على غيره ولو كانت رخيصة، فإنه لا يشتريها قطعا للعود في الهبة، فلا يجوز العود في الهبة إذا قبضت، الهبة إذا قبضت لا يجوز للواهب أن يعود فيها حتى ولو بالشراء، حتى ولو بالشراء، فكيف بغيره. ثم إن النبي صلى الله عليه وسلم ضرب مثلا منفرا من هذا العمل، فقال: إن العائد في هبته كالعائد في قيئه. وهل أحد يعود في قيئه وهو ما استفرغ من معدته؟ ما تكرهه النفوس، تشمئز منه إن أحد يأكل قيئه. والأشد من ذلك شبهه بالكلب، قال: كالكلب يقيء ثم يعود في قيئه. فهذا من باب التنفير، هذا من باب التنفير عن هذا العمل، حيث إن النبي صلى الله عليه وسلم شبهه بالذي يأكل القيء بعدما استفرغه من معدته، وهذا تنفر منه الطباع، ولا يقدم عليه إلا الكلب، لا يقدم عليه إنسان، وإنما يقدم عليه الكلب الذي هو من أخس الحيوانات. فدل هذا الحديث على أنه لا يجوز العود في الهبة بعد قبضها أو الصدقة، الهبة أو الصدقة،
واجبة أو مستحبة بعد قبضها حتى ولو بالثمن والشراء سداً للذريعة. وفيه ضرب الأمثلة المنفرة عن الوقوع في المحذور، فإن النبي صلى الله عليه وسلم ضرب مثلاً منفراً من ذلك حتى لا يعود إليه المسلم. نعم، أعد الحديث. فعن عمر رضي الله عنه قال: حملت على فرس في سبيل الله فأضاعه الذي كان عنده، يعني لم يهتم به، أضاعه يعني لم يهتم به ولم يقم بمصالحه من العلف والسقي والولاية. نعم. فأضاعه الذي كان عنده فأردت أن أشتريه وظننت أنه يبيعه برخص فسألت. نعم. يعني يقول ما له قيمة عند الرجل هذا، ربما يبيعه برخص. فعمر يعرف الفرس، يعرف الفرس وأنه فرس جيد، فأراد أن يتفادى ضياعه. نعم. فسألت النبي صلى الله عليه وسلم فقال: لا تشتره ولا تعد في صدقتك، وإن أعطاكه بدرهم فإن يعني لأنه ظن أنه سيبيعه برخص، لأنه ما يعرف قيمته. النبي صلى الله عليه وسلم قال: ولو باعه بدرهم، لو باع الفرس بدرهم لا تشتره. نعم. فقال: لا تشتره ولا تعد في صدقتك، وإن أعطاكه بدرهم فإن العائد في هبته كالعائد في قيئه. وعن ابن عباس رضي الله عنهما استغنى من العود في الهبة الوالد إذا وهب لولده شيئا والولد قبض الهبة، يجوز للوالد أن يرجع، لأن النبي صلى الله عليه وسلم يقول: أنت ومالك لأبيك. فله أن يرجع الوالد، له أن يرجع في هبته لولده. وأحيانا يجب عليه الرجوع إذا وهب لبعض أولاده دون بعض، كما يأتي في حديث النعمان بن بشير، يجب عليه الرجوع ولا يعطي بعضهم ويترك بعضا. فالوالد له خاصية. نعم. وعن ابن عباس رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: العائد في هبته كالعائد في قيئه، وفي لفظ: فإن الذي يعود في صدقته كالكلب يقيء ثم يعود في قيئه. يعني العود لا يجوز، سواء في الصدقة واجبة أو مستحبة أو في الهدية والهبة، إذا قبضت فلا يجوز للواهب والمهدي والمتصدق أن يرجع فيها ولو بالثمن لا يشتريها، لأنه تركها لله عز وجل فلا تعود إليه. نعم. وعن النعمان بن بشير رضي الله عنهما قال: تصدق علي أبي ببعض ماله، فقالت أمي عمرة بنت رواحة: لا أرضى حتى تشهد رسول الله صلى الله عليه وسلم. فانطلق أبي إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم ليشهده على صدقتي، فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم: أفعلت هذا بولدك كلهم؟ قال: لا. قال: اتقوا الله واعدلوا في أولادكم. فرجع أبي فرد تلك الصدقة، وفي لفظ: فلا تشهدني إذن فإني لا أشهد على جور، وفي لفظ: فأشهد على هذا غيري. نعم. هذا الحديث عن النعمان بن بشير بن سعد، بشير بن سعد رضي الله عنهما، هو وأبوه صحابيا، وأمه عمرة بنت رواحة أخت عبد الله بن رواحة. أن بشيرا رضي الله عنه أعطى ابنه النعمان ابن بشير، أعطاه وليدة، أي مملوكة، أعطاه مملوكة وليدة. فأمه من الحرص، من شدة الحرص، قالت: حتى تشهد رسول الله صلى الله عليه وسلم.
لشدة حرصها على إثبات الهبة لم ترضى إلا بشهادة الرسول صلى الله عليه وسلم. فذهب بشير إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وأخبره، فقال: أكل ولدك أعطيت مثل هذا؟ قال: لا. قال: فاتقوا الله واعدلوا بين أولادكم. وفي رواية: أتحب أن يكون لك في البر سواء؟ قال: نعم. قال: فلا إذن. وفي رواية: إني لا أشهد على جور. فسمى هذا صلى الله عليه وسلم، سمى هذا العمل جورا، ينزه الرسول صلى الله عليه وسلم من الشهادة عليه. وقوله أشهد على هذا غيري، هذا من باب التهديد، لا من باب أنه إذا أشهد غير الرسول أن هذا يصح، ولكن هذا من باب التهديد، تهديد عن هذا العمل. فهذا الحديث فيه مسائل، فيه أنه لا ينبغي للإنسان أنه يتشدد في الأمور، فإن عمرة تشددت في هذا الأمر فكانت النتيجة عكس ما تريد، كانت النتيجة عكس ما تريد. وفيه الرجوع إلى أهل العلم، فإن بشيرا رجع إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم. وفيه وجوب العدل بين الأولاد بأن لا يعطي بعضهم ويحرم البعض الآخر، بل عليه أن يعطيهم كلهم أو أن يمنعهم كلهم، حتى لا تحصل حزازات بين الأولاد وقطيعة رحم وسوء تفاهم، فيجب على الوالد أن يعدل بين أولاده. قالوا: حتى في القبلة، حتى في القبلة ما يقبل بعضهم يترك البعض الآخر، لأنه يوجد في أنفسهم شيء من الحرج، فيعدل بين أولاده. وهذا شيء يغفل عنه كثير من الناس مع أولادهم، فلا يعدلون بينهم، فلذلك كثرت الشحنة والتباغض بين الأولاد بسبب تصرف بعض الآباء. فيجب على الوالد أن يعمل الأسباب التي تزيل الحقد من بعض الأولاد على بعض، وأن يربيهم على المحبة فيما بينهم، وأن يربيهم على التعاون فيما بينهم، ولا يخصص بعضهم على بعض بعطية أو بحب، يعني كونه يحب بعض الأولاد أكثر ما يلام على هذا، لأن هذا من عمل القلب، لكن لا يعمل شيء باختياره مثل تقبيل بعضهم وترك البعض الآخر، أو أنه يجيب بعضهم يجلسه بجنبه ويترك الآخرين، أو يسأل أحدهم عن حاله يحتفي به ولا يكلم الآخرين ولا يسأل عنهم. كل هذه أمور تربي في الأولاد البغضة فيما بينهم. وفيه وجوب العدل بين الأولاد في العطية، إما أن يحرمهم كلهم ولا يعطي أحد شيئا، وإما أن يعطيهم كلهم. لكن العدل بماذا يكون العدل؟ هل يساوي بينهم الذكر والأنثى، أو أنه يعطي الذكر مثل حظ الأنثيين؟ خلاف بين العلماء. فبعض العلماء عليه المذهب عند الحنابلة أنه يعطي الذكر مثل حظ الأنثيين كما في الميراث، اقتداء بقسمة الله سبحانه وتعالى. هو العدل. وقيل: لا، العدل المساواة بين الذكر والأنثى، لأنه قال: أكل ولدك أعطيت مثل هذا، مثل هذا، فدل على أن المطلوب المساواة، الذكر والأنثى سواء. وهذا مأخذ قوي من الحديث. وفي الحديث أيضا الإشهاد على العطية وعلى الهبة، فإن النبي صلى الله عليه وسلم لم ينكر أصل الإشهاد،
وإنما أنكر الإشهاد على شيء لا يجوز، فلو كان هذا جائزاً فالإشهاد مطلوب، والرسول صلى الله عليه وسلم لم ينكر عليه أصل الإشهاد، وإنما أنكر عليه الإشهاد على شيء لا يجوز. وفيه أن النبي صلى الله عليه وسلم أبعد الناس عن الجور، أبعد الناس عن الجور عليه الصلاة والسلام، فهو عادل ولا يشهد إلا على عدل ولا يشهد على جور. نعم. وعن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم عامل أهل خيبر بشطر ما يخرج منها من تمر أو زرع. نعم، خيبر عرفناها، عرفناها أنها بلاد زراعية تقع شمالي المدينة على مسافة، تقع شمالي المدينة على مسافة، ولما فتحها رسول الله صلى الله عليه وسلم وانتقلت إلى ملك المسلمين، انتقلت إلى ملك المسلمين من يد اليهود، اليهود قالوا نحن أعرف يعني بالعمل في هذه الأرض، فلو جعلتمونا نعمل فيها عمالا فيها بشطر ما يخرج منها من ثمر أو زرع، طلبوا من النبي صلى الله عليه وسلم أن يتركهم عمالا فيها بشطر ما يخرج منها من ثمر النخيل والأعناب أو زرع والحبوب. النبي صلى الله عليه وسلم أجابهم على ذلك فعاملهم على النخيل وعلى الأرض، على النخيل وعلى الأرض بالشطر، وهو النصف، نصف للمسلمين من الغلة ونصف لليهود بمقابل عملهم. فهذا الحديث فيه مسائل. المسألة الأولى، فيه دليل على جواز المساقات، فالمعاملة على النخل أو على الشجر تسمى بالمساقات، لأن يسقي العامل الشجر بجزء مما يغل، هذه يسمونها المساقات، ويزرع الأرض بجزء مما يخرج منها، وهذا يسمى بالمزارعة، يسمى بالمزارعة. فالحديث فيه دليل على جواز المساقات على الشجر والمزارعة للأرض، وفيه دليل على جواز استئجار الكفار للعمل. النبي صلى الله عليه وسلم استأجر اليهود ليعملوا فيها بشطر مما يخرج منها على حسب ما يتفقون، بالنصف، بالربع، على حسب ما يتفقون عليه. نعم. وعن رافع بن خديج رضي الله عنه قال: كنا أكثر الأنصار حقلاً، وكنا نكري الأرض على أن لنا هذه ولهم هذه، فربما أخرجت هذه ولم تخرج هذه، فنهانا عن ذلك، فأما بالورق والذهب فلم ينهنا. ولمسلم عن حنظلة بن قيس قال: سألت رافع بن خديج عن كراء الأرض بالذهب والورق فقال: لا بأس به، إنما كان الناس يؤاجرون على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم بما على الماذيانات وأقبال الجداول وأشياء من الزرع، فيهلك هذا ويسلم هذا ويسلم هذا ويهلك هذا، ولم يكن للناس كراء إلا هذا، ولذلك زجر عنه. فأما شيء معلوم مضمون فلا بأس به. الماذيانات الأنهار الكبار، والجدول النهر الصغير. الحديث الأول جواز المساقات والمزارعة، ولكن جاءت أحاديث تنهى
عن كراء الأرض، تنهى عن كراء الأرض وعن المزارعة. فاختلف العلماء في ذلك، منهم من أجاز المزارعة والمساقات، ومنهم من منعها عملا بالنهي. ولكن رافع بن خديج رضي الله عنه صاحب أصل وصاحب خبرة يقول نحن أهل أرض وأهل، بيّن الذي نهى عنه النبي صلى الله عليه وسلم، وأنه لم ينهى عن المزارعة والمساقات مطلقة، وإنما نهى عن مزارعة خاصة، عن مزارعة خاصة، وهي أن المزارع وصاحب الأرض يتفقان على أن زرعها القطعة من الأرض لصاحب الأرض، وزرع القطعة الثانية للعامل، فهذا لا يجوز، لأنه قد ينتج هذا ولا ينتج هذا، فيضيع حق أحدهما، يضيع حق أحدهما. لكن إذا كان الأجرة مشاعة مشاعة بالنصف أو الربع كما في الحديث الأول، فهذا لا بأس به، لأنه ليس فيه غرر، يشتركون في القليل وفي الكثير. وإذا لم يحصل شيء كلهم ما يصير لهم شيء، أما أنه يصير الواحد والثاني لا، هذا هو الذي لا يجوز. فالرافع رضي الله عنه أزال الإشكال تماما. فإجارة الأرض تارة تكون بالدراهم والدنانير، هذا لا بأس به، هذه أجرة، يجوز لك إذا صار لك مزرعة يجوز أنك تأجره واحد بألف ريال سنوي، يدفع لك ألف ريال ويزرعها أو ما يزرعها بكيفه، المهم أنه استأجره منك فيدفع لك الأجرة سواء زرعها أو لم يزرعها، الزرع له هو، أنت مالك شيء منه، أنت مالك إلا الأجرة، مثل ما تأجر البيت للسكنة وتأجر السيارة للركوب، تأجر الأرض للزراعة، هذا لا بأس به، هذا لا بأس به. هذه واحدة. الثانية أن يؤجر الأرض بجزء مشاع مما يخرج منها، وهذا أيضا جائز، لأنه ليس فيه حيف ولا ظلم لأحد، يشتركون في الغنم والغرم. الحالة الثالثة هي التي ذكرها رافع رضي الله عنه، إنهم يخصصون جزء من الأرض للعامل وجزء من الأرض لصاحب الأرض، أو يخصون ما ينبت على الجداول، لأن العادة أن اللي ينبت على الجداول والسواقي يصير أجود، يصير أجود لأنه قريب من الماء، أو على الأنهار الماذيانات، يقول أنا لي اللي تنبت الجداول والماذيانات وأنت لك الباقي، هذا أيضا لا يجوز، لأنه قد يحصل هذا والثاني ما يحصل له شيء، ما تنتج الأرض التي جعلها للآخر فيحصل الضرر، هذه لا تجوز. هذا هو الذي نهى عنه الرسول صلى الله عليه وسلم لما فيه من الضرر. وبعض العلماء يقول إن النهي عن المزارعة وكراء الأرض هذا كان في أول الأمر، أول ما قدم النبي صلى الله عليه وسلم المدينة، و المهاجرون ليس معهم شيء، جاءوا ليس معهم شيء، خرجوا من ديارهم وأموالهم ما معهم شيء. النبي صلى الله عليه وسلم قال للأنصار ساعدوهم، أعطوهم شيء يزرعون ويتعيشون، فهذا في حالة خاصة. فلما وسع الله على المسلمين أباح النبي صلى الله عليه وسلم المزارعة، إلا إذا كانت المزارعة فيها غرر وفيها جهالة فلا. هذا ما تفيده الأحاديث، وهذا حاصل الكلام على المزارعة والمساقات. نعم. وعن جابر بن عبد الله. يكفي، نقف عند هذا. نعم. يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، بعض الناس يقع في بعض المعاملات المالية ولا يحب أن يسأل أهل العلم خشية أن يقول المفتي هذه المعاملة حرام، فلذلك لا يسأل، ويرى أن السؤال تشدد، وربما استدل على ذلك بأن عمرة بنت رواحة لما أرجعت زوجها إلى الرسول صلى الله عليه وسلم
حصل نقيض مقصودها، ولو لم تسأل لحصل لولدها ما أعطى، فهل هذا صحيح؟ هذا من انتكاس الفهم والعياذ بالله. قصة عمرة ما فيها بيع وشراء، فيها تبرع وهبة، ما فيها بيع وشراء. أما اللي يقول لا تسألون عن البيع والشراء، تعاملوا بالبيع والشراء ولو ما يجوز، لو فيه ربا لا تسألون، هذا إما أنه جاهل مركب وإما أنه مضلل والعياذ بالله. لا، يجب السؤال عن البيع والشراء والإيجارات والأشياء هذه، يجب. أما قصة عمرة فهي في الهبة، في الهبة والتبرع، بينهما فرق عظيم. نعم. يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، هل يجوز للمسلم أن يأتي بمصحف يشتريه ويستبدله بمصحف المسجد الموقوف على المسجد، لأن المريد لذلك تعود على طبعة المصحف التي في المسجد فيريد أن يأخذها ويأتي بشيء آخر؟ هذا لا يجوز، وهذا حرام، لأن الوقف لا يجوز استبداله بغيره، ما دام ينتفع به فإنه لا يستبدل بغيره. ولماذا أخونا هذا ما يروح للمكتبات ويشري المصحف اللي هو يبيه؟ ليش يروح للمسجد؟ نعم. يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، اشتريت هدية لأحد الأصدقاء، نعم، ولم أعطها إياه، فهل لي أن أرجع فيها الآن؟ نعم. اشتريت هدية لأحد الأصدقاء ولم أعطه إياها إلى الآن، فهل لي أن أرجع فيها؟ ما دام ما قبضها، ما دام أنه ما قبضها فلك الرجوع، لك الرجوع فيها. الرجوع إنما يحرم بعد القبض. نعم. يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، رجل أوقف مزرعة، أوقف مزرعة له على أن تكون مقبرة لحاجة الناس إليها في ذلك المكان، فدفن فيها بعض المسلمين وهي كبيرة، فأخذ بعض أولاده يزرعون نصفها حتى يمتلئ النصف الأول، فهل يجوز لهم زراعتها علما بأنهم لا يعطون شيئا من غلتها؟ هذا حرام، هذا حرام، ما يجوز لهم. هذه وقف أرض أصبحت وقفا، ولا يجوز أن تزرع المقبرة، ما تزرع، وليس لهم الحق في التصرف فيها أو استغلالها لأنها أصبحت وقف. فالواجب على بلدية البلد أن تسورها وأن تطرد هؤلاء عنها. نعم. يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، هل للواقف أن يأكل من وقفه؟ إذا شرط هذا، إذا شرط أنه يأكل من غلته فهو أولى من غيره، إذا صار محتاج هو أولى من غيره، فإذا شرط هذا فلا مانع. نعم. يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، في بلادنا يجعلون للقائم على الوقف ثلث ثمرة الوقف، وإلا سوف يتعطل الوقف، فهل يجوز هذا؟ هذا يرجع فيه إلى قاضي البلد، ينظر في المصلحة، يرجع فيه إلى قاضي البلد وينظر في المصلحة ويفرض للناظر ما تقتضيه المصلحة وعرف البلد. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، هل يجوز لناظر الوقف في المسجد مثلاً أن يتصرف فيما بقي من المال كتفطير الصائمين في أوجه الخير الأخرى في المسجد؟ لا، ما وقف على المسجد يرصد للمسجد، لحاجة المسجد يرصد، لصيانة المسجد وحاجة المسجد. وإذا كان المال كثيراً يفيض عن حاجة المسجد فيصرف في مسجد آخر، في نظير ما وقف له الواقف. أما أنه يصرف للصائمين هذا غير ما خصصه الواقف. ما يجوز يصرف غلة، يعني ما يجوز يصرف فائض الوقف إلا في مثله، في مسجد مثله، مثلا في مدرسة مثل المدرسة التي وقف عليها. أما أنه يصرف لغيرها فلا يجوز هذا. نعم. يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، المكتبات الموقوفة والتي فيها نسخ عديدة من الكتب ولا ينتفع بها، هل يجوز الأخذ منها؟ أبداً، ولا يجوز، ما يجوز الأخذ منها. والنسخ يحتاج إليها، المتكررة يحتاج إليها، لأنه قد يأتي
أناس كثيرون يطالعون فيها، فإذا كانت النسخ متكررة حصل المقصود، وإذا لم يكن في المكتبة إلا كتاب واحد وجاء ناس كثيرين وش يعملون؟ ما يستطيعون. فلا، ما يجوز هذا، تبقى الكتب في المكتبة ولو كانت متكررة. نعم. أقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، أراد شخص أن يبني مسجداً تحت منزله ويوقفه، والمتبع في هذا البلد أن الدولة تسيطر على المساجد وقد تعين إماماً أو مؤذناً من المبتدعة أو قد يكون واقعاً في الشرك الأكبر. السؤال: هل لهذا الشخص إذا حصل ذلك أن يلغي هذا الوقف دفعاً لهذا الضرر وهو إمامة المشرك مثلاً أو المبتدع؟ أولاً، كونه يجعل المسجد أسفل والمسكن فوق، هذا فيه تفصيل. إن كان يبي عمر أرض ويجعل مسجد حذر وبيت فوق، هذا ما يجوز ابتداء. أما إذا كان مبنى قائم من أدوار وجعل الدور التحتي عدله وأصلحه وسواه مسجد، فهذا لا بأس به، هذا لا بأس به، وهذا محسن. ولا يجوز له بعد ذلك أن يلغي وقفية المسجد علشان الإمام، هو غير مسؤول عن هذا، هذا بذمة من يتصرف في تعيين الآئمة، هو محسن، ما على المحسنين من سبيل. فيبقي المسجد ولا يلغي وقفيته من أجل الإمام. الإمام يروح يمكن يوم سنة يروح، يجيب الله إمام أحسن منه، وهو بذمة من عينه، وأما الواقف فهو على نيته، على نيته في الخير. نعم. يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، من أوقف شيئاً في مرضه المخوف هل يقع هذا الوقف أم لا؟ ليس له إلا الثلث، في حدود الثلث، هذا في حكم الوصية، هذا يكون في حكم الوصية، تكون في حدود الثلث فأقل. نعم. يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، هل يصح أن يوقف الإنسان على نفسه وعلى ذريته من بعده فقط؟ نعم، لا بأس أنه يوقف الإنسان على نفسه ويوقف أيضاً على ذريته، ما في مانع. نعم. يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، هل لي أن أشترط في الوقف شرطاً وهو ما دامت منفعته قائمة؟ هذا ما يحتاج شرط، أنه يستمر الوقف ما دامت منفعته قائمة، فإذا تعطلت منافعه فالقاضي حاكم البلد ينظر في ذلك لو ما شرط. نعم. يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، امرأة أوقفت دكاناً على أن يضحى لها كل سنة منه والباقي من أجرة الدكان لذرية ابنها للذكور دون الإناث، فهل هذا الوقف صحيح وقد مضى عليه قرابة 200 سنة، وكيف يصحح إن كان باطلا؟ هذا من تعرض له، الأوقاف الماضية من تعرض لها على ذمة من أوقفها، ولكن ابتداء نحن نمنع من هذا ابتداء، ما يعمل هذا أحد ابتداء. أما شيء ماضي له 100 سنة وله، لمن تعرض أوقاف الناس على ذمتهم وعلى مسؤوليتهم. نعم. يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، إذا تصدقت على شخص بسيارة فأراد أن يبيعها فقلت لأخي أن يشتريها منه، فهل في ذلك؟ إذا إيش؟ إذا تصدقت على شخص بسيارة. نعم. فأراد أن يبيعها فقلت لأخي أن يشتريها منه، فهل في ذلك شيء؟ إذا كان هذا حيلة تخلي أخوك يشريها علشان تصير لكم وتنتفع بها أنت وياه، هذا ما يجوز. أو تبي تبر أخاك بها، هذا لا يجوز أيضا. نعم. يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، هل الذي يبني بيوتا للمؤذن أو للإمام بجانب المسجد يعتبر داخلا في أجر بناء المسجد؟ نعم، هذا صدر في فتوى من اللجنة الدائمة في حياة الشيخ عبد العزيز بن باز رحمه الله، وقع عليها بأن بيوت المسجد لها حكم المسجد في الأجر والفضيلة. نعم، لأن اليوم ما يمكن يتأمن إمام
ومؤذن للمسجد إلا بالبيوت، فهذا أصبح ضروري، فهي في الفضل تابعة للمسجد، أجرها مثل أجر المسجد. نعم. أقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، إن علم الشفيع ببيع الشقص ولم يشفع على الفور، فهل له، فهل تسقط الشفعة في ذلك؟ إن كان له مانع من المطالبة فإنه لا تسقط شفعته، إذا زال المانع يشفع، كان علمه وهو يصلي ولا يبي يصلي تقام الصلاة، ولا في حالة لا يستطيع الكلام فيها فإنه معذور. أما إذا علم بالبيع وليس هناك مانع من المطالبة بالشفعة وتركها فإنها تسقط، لأن في الحديث الشفعة حل كحل العقال. نعم. يعني ما يضر المشتري، يتضرر المشتري لو أنه ترك الشفعة مدة ثم قلب شفع، يتضرر المشتري بذلك. نعم. يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، وهل هناك أياما محددة أو ساعات لإسقاط الشفعة؟ مثل ما ذكرنا، إذا كان في عذر فيؤجل بقدر العذر، وإن كان ما في عذر فهي لابد من على الفور، لابد أنها على الفور إذا علم. نعم. يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، إذا كان الأب يعطي بعض أبنائه وهذا الابن الذي كان يعطى لا يدري أن هذا الأمر لا يجوز، فماذا عليه الآن؟ عليه أنه يرد، يعني أبوه حي ولا ميت؟ إن كان أبوه حي يرد على أبوه هذه الأشياء، يردها عليه، وإن كان ميت وأراد يتورع ويرد هذا على الورثة هذا أحسن له وأبرى لذمته، دع ما يريبك إلى ما لا يريبك. نعم. يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، إذا كان الأب يعطي جميع أولاده المحتاج منهم وغير المحتاج ويقضي عنهم الدين أحياناً، فهل يلزمه العدل؟ وكيف العدل إذا كان بعضهم ليس عليه دين؟ العدل في العطية، في العطية والتمليك، أما النفقة فيعطي كل واحد قدر حاجته ولو كان بعضهم أكثر حاجة، ما يخالف، النفقة ما يشترط فيها العدل، بل العدل أنه يعطي كل واحد قدر حاجته، ليست نفقة الكبير مثل نفقة الرضيع اللي يرضع، فالعدل أنه يعطي كل واحد قدر حاجته فقط، واللي يحتاج زواج زوجه ولا يلزم أنه يوفر للثاني صداق ويكتبه ويحبسه، لا، هذا من النفقة، الزواج من النفقة، يزوج المحتاج للزواج، والذي لم يحتاج إلى الزواج لصغره ليس له شيء، فالنفقة ليس فيها عدل بمعنى المساواة، وإنما فيها إعطاء كل واحد قدر حاجته، وتختلف حوائج الأولاد، الكبير والصغير، وش الباقي؟ باقي السؤال. يقول فهل يلزمه العدل إذا كان يقضي عنهم الدين؟ أما وكذلك الدين، إذا كان ولده معسر ولا يستطيع يسدد فهو يسدد عنه الدين، ولا يلزم أنه يعطي الثاني، لأن هذه حالة، ما هي بحالة تمليك، هذه حالة تخليص، تخليص لولده من الدين، فهذا لا يعطي الآخرين مثله، إلا إذا كانوا مدينين ولا يقدرون يسدد عنهم مثل ما يسدد عن الآخر، أما إذا كان أحدهم غني ويقدر يسدد، واحد فقير ومطالب ومضايق، إنه يسدد عنه ولا يسدد عن الآخر الغني. نعم. يقول فضيلة الشيخ، فالحاصل أن الضابط في هذا التمليك، عطية التمليك، أما الإنفاق، سداد الديون عن المعسرين، فهذا ليس من التمليك، هذا من قضاء الحاجة فقط. نعم. يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، الرجوع في الهبة والعدل بين الأولاد، هل هذا خاص بالأب أو يشمل الأب والأم؟ هذا خاص بالأب، هذا خاص بالأب. نعم. يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، ذكرتم في الدرس أنه لا بد من الاستشارة وطلب الرأي
مع من هو أعلم، وقلت والعلماء يستشيرون من هو أعلم، فمن هو الذي أعلم من العلماء؟ اللي هو أعلم. نعم. يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، إذا كان الشخص في بيت مع إخوانه، فإذا كان شخص في بيت مع إخوانه، فهل يجب عليه العدل بين أبنائه وأبناء إخوانه أيضا؟ لا، اللي ما هم بأولاد له ما يلزمه العدل، ما يسويهم بأولاده، لكن سواهم من باب الإحسان طيب، أما الوجوب لا. نعم. يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، إن أبي قد أعانني في زواجي وجاءتني إعانات فأخذ بعضها بدون علمي، وأنا الآن قد علمت عنها، فهل لي أن أطالبه بها مع العلم بأنني محتاج ولم أتزوج بعد؟ لا يجوز لك تطالب والدك، ولا يسمع لك دعوة على والدك، حتى لو رحت تشتكيه ما يشكى لك، والقاضي ما يستمع لدعواك على والدك أبدا. نعم. يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، أعمل في شركة تبيع منتجاتها على أصحاب البقالات ثم يبيعونها على الناس، والسؤال أننا نعطي أصحاب البقالات هدايا بعضها ثمينة حتى يحبوننا ويتشجعون في بيع منتجاتنا، فهل هذه الهدية رشوة؟ هذه الهدية نعم فيها إضرار بالآخرين، بأصحاب المحلات الأخرى، فيها إضرار بأصحاب المحلات الأخرى، بحيث أن منتجاتكم مقصورة على أهل هالمحلات، فهذا فيه ضرر على المسلمين. نعم. يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، هل يجوز الاتفاق على إسقاط خيار المجلس؟ هل يجوز الاتفاق على إسقاط خيار المجلس؟ نعم، خيار المجلس حق للاثنين، فإذا أسقطاه سقط، أو يخير أحدهما الآخر، إذا أسقطاه سقط، وإذا أسقطه أحدهما سقط في حقه وبقي خيار الآخر. نعم. يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، هل يصح القول إن التفرق من مجلس العقد مرجعه إلى العرف؟ نعم، مرجعه إلى العرف، إن كانوا في منزل ففي خروجه من المنزل أو صعوده إلى السطح، سطح المنزل، وإن كانوا في سيارة إذا نزل من السيارة تفرق، فهو يختلف باختلاف الأمكنة، وإن كانوا في بر فإذا مشى خطوات، إذا قام من المجلس ومشى خطوات هذا تفرق. نعم. يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، والدتي أقرضتني مالاً لفتح مشروع تجاري، وأنا الأكبر من أولادها، وبقية إخواني صغار لم يبلغوا سن الرشد، فهل فعل والدتي من إقراضي دون إخوتي فيه حرج؟ الإقراض ما يدخل في العطية، الإقراض أنت بترجع القرض، هذا ما هو من العطية، هذا من القرض، وأنت بترجع القرض فلا ضرر في ذلك. نعم. يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، ما حكم فتح محل تجاري باسم شخص آخر كقريب أو أخ، حيث إنني موظف ولا يسمح لي بذلك؟ لا يجوز هذا، ما دام ما يسمح لك ما يجوز الكذب والاحتيال على ولي الأمر، هذا معصية لولي الأمر، لأن له ولي الأمر له ملحظ في هذا، يريد أن الموظفين أنهم يتفرغون لأعمالهم الوظيفية، وأيضاً علشان الناس ما يحابونهم، لأنهم موظفين علشان يخلصون معاملاتهم، فولي الأمر له ملحظ حسن في هذا، فإما أن تختار الوظيفة وإما أن تختار العمل الحر، أما أنك تجمع بينهم فهذا معصية لولي الأمر ولا يجوز، ولا تجعله باسم غيرك لأن هذا حيلة وكذب. نعم. يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، إذا باع رجل هبتي على رجل آخر، إذا إيش؟ إذا باع رجل هبتي على رجل آخر ثم عرضها ذلك الآخر للبيع في السوق، فهل يجوز أن أشتريها؟ ما أدري إيش تقول، عرض إيش؟ إذا باع رجل هبتي، هديتي، على رجل آخر
ثم عرضها للبيع في السوق، فهل يجوز لي أن أشتريها؟ لا، ما يجوز لك أن تسترجعها، لا من الموهوب ولا من غيره، لا تعود إليك بحال من الأحوال. نعم. يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله: من وهب امرأته صداقا وطلبت الفراق فطلب ماله. من إيش؟ من وهب امرأته صداقا. الصداق ما هو بهبة، الصداق واجب على الزوج لزوجة، حق للمرأة، وآتوا النساء صدقاتهن نحلة، فالصداق حق للمرأة ما هو بهبة. نعم. ويقول فضيلة الشيخ وفقكم الله: ما الحكم في إعطاء العامل نسبة من الأرباح كالثلث مثلا؟ ما يصلح هذا، العامل له راتبه، العامل له راتبه، ولا يجوز أنه يصير شريك. الحكومة تمنع من هذا، تمنع أن العامل المستقدم يصير شريك في البيع والشراء، لكن إذا أردت أن تشجعه بأن تعطيه شيئا زيادة على راتبه فهذا لا بأس به، أما أنك تجعله شريك معك في المحل فهذا ممنوع. نعم. يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله: هل لي حق الشفعة في أرض جاري، خصوصاً بأنني قد أخبرته إذا أراد أن يبيعها أن يخبرني بذلك قبل؟ هذه مسألة خصومة، هذه مسألة خصومة، تراجعون المحكمة فيها. نعم. يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله: ما هي أفضل الأعمال التي يوقف فيها؟ أعمال البر، أعمال البر في كل وقت بحسبه. نعم. تنظر أحسن أعمال البر في وقتك أو في بلدك وتوقف فيها، يعني هذا يختلف اختلاف الأزمان واختلاف البلدان واختلاف الأحوال. نعم. وتستشير أهل العلم، تستشير أهل العلم وهم ينصحون لك فيما هو الأحسن إن شاء الله. نعم. ويقول: هل للوقف لفظ معين؟ وقفت وحبست وأبدت، هذه الفاظ، أبدت هذه الأرض، حبستها، سبلتها، هذه الفاظ. نعم. وهل له مقدار معين؟ قدر ما ينتفع به، يتوقف شيء ما ينتفع به ما يصير، كل شيء ينتفع به يجوز إيقافه. نعم. يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله: هل يجوز تغيير فرش المسجد التي هي وقف على المسجد وكانت حالتها متوسطة فأراد شخص بأن يستبدلها بجديدة، فهل له ذلك؟ له ذلك، لكن الفرشة القديمة تصرف لمسجد آخر، تصرف لمسجد آخر، ولا تباع ولا تروح للبيوت، لأنه وقف. نعم. ولو راجع شؤون المساجد يكون هذا أضبط، راجع شؤون المساجد يكون هذا أضبط، يأخذون الفرشة القديمة ويأذنون لك بالفرشة الجديدة أنك تحسن بها. والله أعلم، صلى الله وسلم على نبينا محمد.